هذا البرنامج برعاية مستشفى الدكتور سمير عباس، رعاية تنبض حبه. طبابة مع الدكتور نزار باهبري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسعد الله مساءكم، غفر الله ذنبكم، تقبل الله طاعاتكم، وبإذن الله يوم سعيد، بإذن الله يوم مغفورين في الذنوب بإذن الله. اللهم اجعلنا بإذن الله في هذا الشهر من عتقائك في هذا الشهر الكريم. الله سبحانه وتعالى أكرم بعباده من عباده، سبحانه وتعالى إن شاء الله يكرمنا كلنا بإذن الله بالمغفرة والرحمة، ويغفر المغفرة والرحمة، ويغفر لآبائنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين. اليوم حقيقة عندي يعني موضوع بإذن الله يعني حتنبسطوا بإذن الله منه كثير جدا. حنتكلم عن حاجة كل الناس يبغوها، اسمها السعادة. اليوم راح نتكلم عن السعادة، وكل واحد فيكم أنا متأكد يعني حتى الله سبحانه وتعالى وعد الناس إنه كيف إنهم يكونوا في هذا، إنهم يكونوا سعيدين، سعداء، سعدوا. كل هاني ما يتكلم عن السعادة هو إيش الأشياء اللي تخلينا سعداء، كيف الأشياء اللي متعلقة بجسمنا تخلينا سعداء، إيش موضوع تغيير المكان، تغيير الزمان، تغيير السفر، إيش يسوي، إيش هي اللي اسمه هرمونات. اليوم أوعدكم إذا أنتم قاعدين الآن تسمعون عن طريق التطبيق، أو بتشوفون عن طريق تويتر في حسابي، أو قاعدين تشوفوا أي حاجة، أنتم راح اليوم معايا. اليوم أول ضيفة دكتورة روبا هندي. الدكتورة روبا هندي هي استشاري للغدد الصماء والباطنة، الله يعطيها العافية. يعني بإذن الله هنستمتع مع بعض. ومعايا كمان الدكتورة شيماء الشريف، وهي استشارية طب أسرة، وحنتكلم كل شيء يخص الإنسان، سعادته من فين هي جاية. بإذن الله حلقة أوعدكم بإذن الله إنها إن شاء الله تكون جدا ممتعة لكم. أول سؤال، عمرك سألت نفسك لما أنت تروح مطعم جديد شفته في الانستغرام وتدخل تطلب، تفتح المنيو كذا وتطلب وتشوف الصور، تقوم تقول يا سلام لو هذا أطلبه، بعدين إذا جاك وحطيت اللقمة في فمك ويطلع مرة طعم، تقوم تحس كذا بنشوة، يا سلام اللي أكل، إيش هذا الهرمون؟ جاك وحطيت اللقمة في فمك ويطلع مرة طعم، تقوم تحس كذا بنشوة، يا سلام اللي أكل، إيش هذا الهرمون؟ إيش الهرمون؟ وليش هذا لو كان المطعم مطعم الشغل حقك، وهذا المطعم كل يوم أنت تدخله، أول يوم تروح تشتغل يكون بيسوي مثلا سندويتش أومليت بيض كذا مرة ممتاز، أحسن سندويتش بيض في العالم أكلته أول يوم كذا، تأكل واو مرة رهيب. بعد يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو شهر تبدأ تدخل الكافيتيريا وتطالع في المينيو وتقول يا الله مرة تانية سندويتش البيض. إيش اللي بيحصل في هرموناتنا؟ ليش إحنا تتغير هرموناتنا اتجاه نفس الشيء؟ دكتورة روبا، ليش هذا بيصير؟ نبغى نتكلم أول شيء عن الدوبامين. طيب، في هرمونات في الجسم. أهلا وسهلا بك دكتور نزار. مس في الدماغ. ممتاز. هذه الهرمونات نسميها إحنا هرمونات السعادة. الله أكبر. هرمونات السعادة هي ما هي واحدة، هذه هرمونات، وفي نفس الوقت هي نيورو ترانزميتر، يعني ناقل عصبي. أيوة. ينقل الرسائل من الدماغ إلى جميع أعضاء الجسم عشان يستجيب لها الإنسان. فلما تحس نفسك سعيد تحس نفسك سعيد بالزبط. في كل جسمك. بالضبط، في كل جسم، وطبعا يختلف الشعور من شخص إلى آخر، وهذه الهرمونات برضو تختلف إفرازاتها من شخص إلى آخر حسب الحدث اللي هو عايشه. يا سلام. وحسب الإمكانية اللي هو يعني جالس فيها وعايش فيها، وتختلف من شخص إلى آخر. ممتاز. طبعاً هي الدوبامين، بس علشان نبغى نقول أول واحد الدوبامين هذا، بس إني بنأكد على حكاية الغدة النخامية هذه، أنتوا تسموها في الغدة الصماء ملكة الغدد. هي المسؤولة عن كل أعضاء الجسم. يا سلام. وهي المسؤولة عن فرج جميع. بالضبط، هي في نص الدماغ، وطبعا فوقها في اللي هو الغدة المهدية، المهد اللي هي الهايبوثالامس، اللي برضو تستقبل الرسائل عشان تحقق
الغدة المهدية المهد اللي هي الهايبوثالامس اللي برضو تستقبل الرسائل عشان تحفز الغدة النخامية على إفراز الهرمون. يعني لما نحس بالألم تروح لهذا المكان تقول للغدة النخامية أفرزي هذا الهرمون علشان أنا محتاجة أتقاوم الألم، سواء ألم سواء سعادة أكل طعام أي حاجة سعيدة بنسويها activity exercise، كل هذه بترسل رسائل إلى الدماغ للغدة النخامية عشان تحفز وترسل هذه الهرمونات وتفرز هذه الهرمونات. يا سلام. اللي بتترجم وبتترسل كرسائل إلى جميع أعضاء الجسم وتخلي الاستجابة تحصل، اللي هو الشعور بالسعادة، صح، الاكتفاء، الثقة بالنفس، الاعتزاز، الموتيفيشن، كل هذه بتحصل من إفراز هذه الهرمونات. يعني بكل بساطة بس أبغاكم تتخيلوا كيف وضع الهرمونات هذه، مجرد أنك أنت تشوف إنسان تقول هذا الإنسان يا أخي أول ما أشوفه يدخل على قلبي السعادة، هي حقيقة عبرز هرمون من مخك من الغدة النخامية يقول أي والله، فيقوم كل جسمك ينبسط إنك شفته بكل بساطة. أي شيء تمسك وأي شيء تشوفه وأي شيء تشعر به، العاطفة شيء كل هذا تأثر عليها، بما فيها دكتورة شيماء السفر، صح؟ أيوة السفر طبعا هو كتجربة بدون أدنى شك مفيدة، وهذا مو كلام يعني مو كلامي أنا، في أبحاث اتعملت على السفر وفوائده على الجسم وفوائده على الشخص. السفر طبعا هرمونات السعادة زي ما تفضلت الدكتورة ربا قالت، احنا عندنا كذا هرمون، تمام، طيب، وكل واحد مميز بحاجة لكنهم في النهاية يتداخلوا. ممتاز. لكن السفر أهميته دحين انت حتقولينا من أهمياته المثبتة علميا، بس علشان بس أضرب لكم مثال كيف نربط الأشياء مع بعض، أنت بس وقت تتخيل لما تسافر مكان جديد معناه شكل جديد، تسافر مكان جديد معناه شكل جديد، معناه منظر جديد، معناه عينك تتأثر، تروح للغدة هذه تقول له إحنا سعداء، تشوف منظر غير جيد، تقوم تصير أنت غير سعيد. فالسفر مجرد تغيير المكان، في الأبحاث بس عشان تفهموا، في الأبحاث مثبت إنه يدخل السعادة. لما حد يقول لك ليش يدخل السعادة تقول له والله عشان عيني تفرز للغدة النخامية، يفرز هذا هرمون الدوبا، من يوم إذا كان الدوبا كذا دخلني فهذا اللي يسوي سعادة، واحد من هرمونات السعادة. دكتورة ربا، صحيح زي ما تفضل الدكتورة، هرمونات السعادة عدة هرمونات، تمام، هو أفضل وأحسن هرمون أحسن يهم، يعني مهم في السعادة الأندروفين قبل الدوبامين، لأنه إفراز الأندروفين جدا سريع قبل الدوبامين، الدوبامين يأخذ وقت، تمام، يعني دائما الإنسان لما يشوف عاطف أو يشوف حاجة حلوة هرمون السعادة الأول، هرمون بعد كده الدوبامين يلي تماما، حلو. الدوبامين يأخذ وقت عبال ما يفرز، حلو. فالأندروفين هو أول هرمون يفرز، احنا نسمي هذا الهرمون هرمون السعادة. الأندروفين هذا قد إيش يأخذ علشان يفرز؟ سريع جدا، الاستجابة تكون سريعة جدا، within few minutes. ايوه اقل من 5 دقائق بالضبط، جدا within few minutes، على طول الاستجابة تكون سريعة ويفرز في الجسم. وهذا الاندروفين ولا الاندورفين هذا يفرز حتى مع الالم، بالضبط، احنا نسميه هرمون السعادة ونسميه اللي هو الاندوجينس اوبيويد اللي هو المسكن الطبيعي اللي يفرزه الجسم ويصنعه عشان تخفيف الالم او الاستجابة لتخفيف الالم. فالإندورفينز هذا هو اللي بيخلي مثلا أحيانا لما نشوف الناس يلعبوا في الكورة وينخبطوا خبطة يقول هذا كيف ما كيف قدر يوقف يستحمل الألم، سواء التوى الكاحل التوت إيده طاح على رجله طاح من درج، علشان قدر يستحمل اللي بيخلي مثلا أحيانا لما نشوف الناس يلعبوا في الكورة وينخبطوا خبطة يقول هذا كيف ما كيف قدر يوقف يستحمل الألم، سواء التوى الكاحل التوت إيده طاح على رجله طاح من درج، علشان كيف قدر يستحمل، على طول بتترسل رسائل على الدماغ والغدة النخامية بتفرز الاندورفين. الاندورفين جدا مهم كمسكن للألم، ممتاز، ويحفز الشعور بالألم. أيوة، وإحنا عشان بس نربطه هو هذا اللي يخليك لما تشوف نار تقوم أنت تقدر تنط وما تحس بالألم في البداية. بالضبط. شيماء، كمان الاندورفينز من الهرمونات اللي أنا شخصيا أحبها. لأنه يعطي كمان شعور بالإيفوريا، بالسعادة، طيب، ويمكن هو عبارة عن هرمون يتصنع في الجسم، تمام، فما له حد. فبمعنى أنه أنت لما مثلا تسوي رياضة وتحس بالسعادة
لو أخذت أي مسكن خارجي زي مثلا المسكنات حتى عشان بعدين بعدها ممكن ندخل في مشاكل وفيها dependency يعني حتصير صحيح. فالإندورفينز هو اللي احنا نعتمد عليه عشان نقاوم الألم يعني احنا كمان السعادة احنا ايوه ما يهم بس احنا حنطلع لأذان العصر اللي هو برضو يدخل السعادة ونرجع لكم مرة ثانية. مستشفى الدكتور سمير عباس رعاية تنبض حبه. للاستفسار 900-12-525. طبابة مع الدكتور نزار باهبري. يلا بالله ما انتم حاسين بالسعادة إن شاء الله بحكم أننا في هذا الشهر الكريم أول واحد قلنا يفرز مرة بسرعة اسمه إندورفينز، هذا اللي هو يفرز ساعة الألم، يفرز ساعة الألم، يفرز لما أنت تشوف أصحابك مثلا وتقعدوا تضحكوا أو تتكلموا بالضبط. واحدة من الأسباب اللي تزود هرمون الإندورفين اللي هو التجمعات، شوفة الأصدقاء، الأهل، الخروج، سماع الأغاني، الرقص، أيوة. التجمعات، كل هذه تحفز الغدة النخامية وتفرز الإندورفين، فالإنسان يشعر بالسعادة والانبساط. ممتاز. فهو هرمون جدا مهم للشعور بالسعادة، بالاستقرار، بالعدم القلق، يقلل من بالاستقرار، بالعدم القلق، يقلل من التوتر، يحسن من النفسية. ممتاز. يحسن من الذاكرة، يحسن من مناعة الإنسان. يا سلام. وإفرازه كمان سهل يعني. أيوه. بنشاطات بسيطة، بالضحك، بالميوزك، تشوف فيلم، تسوي رياضة. بس في جزء من الناس يشعروا بالإندورفينز تفرز بسبب إنهم بيتألموا، صح؟ فيعجبهم الإندورفينز فيقوموا يجرحوا نفسهم. هذه الحالة نسميها إندورفين أديكشن، اللي هو إدمان على الإندورفين. يحبوا يشعروا بالشعور بالسعادة طول الوقت، وعن طريق هذا كيف إنهم يخرجوا الإندورفين أو يعملوا ستيميوليشن للغدة إنها تفرز عن طريق جرح نفسهم. أيوة. هذا واحد من أمراض النفسية، إنهم يجرحوا نفسهم أو يقطعوا نفسهم عشان يفرزوا كمية كبيرة من الإندورفين في الجسم، وبالتالي يحسوا بالاستقرار. وفي بعض الناس برضو يسووها لما يشعروا بالإندورفين هذا بإنهم يسببوا الألم لشخص ثاني، ألم جسدي، صحني ألم جسدي، صح؟ صحيح. للأسف الشديد هذول اللي عندهم حالات غير إنسانية يسووها في أهلهم، سايكولوجيكال تروما، أيوة، يسووها علشان هو يشعر بالسعادة. الإندورفينز تفرز لما يشوف الألم في من في هو الناس قريب الآخرين. بالضبط، هذا صحيح. وكمان الإندورفينز هذا والألم يفرز لو إنك إنت دحين تبغى المسكنات، نبغى نقسمها إلى مسكنات زي البنادول وزي الفولترين وزي هذه ما تسبب جدا إدمان. إدمان. لكن الثانية زي مثلا المورفين، الترامادول، طبعا الفنتانيل، الأشياء الكبيرة هذه جدا للأسف الناس لما يبدأوا يستخدموها بكثرة يبدأ الجسم يفرز الإندورفين بكمية كبيرة، بعد فترة من الزمن يبدأ خلاص الجسم يتعود، ما يبغى حبتين، يبغى ثلاثة عشان يشعر بنفس كمية الإندورفينز. أيوة، السعادة وعدم الإحساس بالألم والشعور بالاستقرار، فيبدأ يأخذ كميات كبيرة كبيرة لما يوصل للحد الأعلى، بعد كده خلاص الغدة ما عاد تستجيب الألم والشعور بالاستقرار، فيبدأ يأخذ كميات كبيرة كبيرة لما يوصل للحد الأعلى، بعد كده خلاص الغدة ما عاد تستجيب وما عاد تفرز إندورفين كافي لي إن هو يحس بالراحة وعدم الأمان والأمان. تمام. فهذه للأسف الأديكشن اللي بتعودوا عليها الناس. تمام. لكن نرجع ومع كذا نرجع للجانب الإيجابي. بالضبط. إنه إحنا دائما نقدر نطلع إندورفينز في جسمنا وبدون حد. إيه. ما له سقف. أيوه. وما له أضرار طالما إنه محفز داخليا عن طريق اللي هي الأشياء اللي تكلمنا عنها. أساسا. اللي احنا قلنا عليها مثلا من ابسطها جمعتك مع عيلتك اللي انت تحبها، من ابسطها الرياضه نتكلم مثلا عن الرياضه بس مجرد المشي، ركوب الدراجه، الجري، لعب الكوره، الايروبيك، يفرز كل هذه تفرز لمده مثلا 30 الى 20 دقيقه في اليوم، تفرز تقريبا 50 الى 60% من الاندورفين. تمام. يعني اذا استمر هذه يحتاج الإندورفين عشان الرياضة الهيفي اللي بيعملوها وكمان لتخفيف الألم. أيوة، على أساس إنه ما يشعر بالألم وهو بيشيل الثقل. هدول تلاقيهم دائما مستقرين نفسيا. أيوة. يحسوا بالسعادة طول الوقت. أيوة. سبعة أضعاف الإندورفين. يفرز عندهم. لما تشيل أوزان أعلى بالزبط. من اللي أنت تقدر تشيلها مهما كان. بالضبط. عشان كده الإكسرسايز هذا من أبسط وأحلى الأشياء اللي ممكن تزود السعادة في الإنسان. ممتاز. على حسب نوعها وأنواعها. نبغى نتكلم بعد كذا عن الدوبامين.
الدوبامين، الدوبامين هو اللي احنا بنفرزه يعني خليني اقول ابسط الاشياء، ابسط ابسط شيء يصير معاكم كلكم. لو الناس يقولوا ليش احد يدمن على السوشيال ميديا مثلا زي متحدثكم لا حول ولا قوه الا بالله، ليش تدمن عليها؟ عشان هي بكل بساطه لما احد يمدحك في السوشيال ميديا يقول والله وهذا الحلقة حقتك اليوم ممتازة، فيقوم إيش يفرز في مخك؟ يفرز في مخك دوبامين، هذا دوبا دوبا، إحنا نبغى دوبا. حتى الأشياء اللي دحين حقت الإدمان مثلا اللي استخدموها أحيانا في الجرعات زي الهيروين والكوكايين، إيش يقول لك؟ نبغى دوبا علشان هو يفرز دوبامين. دوبامين هذا هو اللي يخليك لما تحط صورتك في سناب ولا تحط صورتك في سناب وتحط الفلتر ويقوم يقول لك تجنن، الشعور هذا اللي كل شوية تبغى تفتح يقول في تعليق كمان، هذا اسمه دوبا. وكل ما تفرق كل ما تشوف زيادة تبغى زيادة، صح؟ صحيح. الدوبامين هو اللي يحفز، أولا هو اللي يساعد على الموتيفيشن أو هو اللي يفرز لما يكون في تحفيز أو أيوه. أنت مثلا عندك هدف، وهو اللي يفرز لما تنجز حاجة. ممتاز. فمثلا عندك ديدلاين أو عندك هدف زي الحلقة هذه هي أحلى حلقة طبعا، أحلى حلقة في الشهر، أحلى حلقة أيوه. متفقين، مرة ممتاز. فخلصت هذه الحلقة تحس بالسعادة بسبب إفراز الدوبامين اللي تحسين المود، النفسية، التقدم في العمل، ممتاز. في الاستقرار، يعني هو اللي يديك الدافع ممتاز. إنك تتقدم في حياتك، وهذا يفرز يسبب لك السعادة. فإذا أنت بالزبط. كنت بس مجرد شخص بس تذكر قول الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم بالزبط. إنك تقول قول خير علشان أنت بتدخل السعادة على قلب مسلم. كيف؟ قل لك بكل بساطة لما يمر بجنبك قدامك أحد دحين في الأيد تقول له يا سلام إيش حلاوتك هذه، هذا يفرز في مخه دوبامين. دوبا هذا إدمان، مجرد إنك تسمع المديح تدخل السعادة لشخص آخر. فتذكر الإنجاز، الشكر، إنك أنت تبغى تقول لأحد إنك أنت أنجزت علشان تبغى الدوبامين، لدرجة إن الناس اللي تتقاعد يقول لك جزء من إن تجيلهم الأمراض والاكتئاب إنه يفتقد الدوبامين. ليش؟ علشان ما عاد صار عنده شيء. الشكر، إنك أنت تبغى تقول لأحد إنك أنت أنجزت علشان تبغى الدوبامين، لدرجة إن الناس اللي تتقاعد يقول لك جزء من إن تجيلهم الأمراض والاكتئاب إنه يفتقد الدوبامين. ليش؟ علشان ما عاد صار عنده شيء ينجزه كل يوم. صح؟ صحيح. الدوبامين جدا مهم حتى للذاكرة وللنفسية، ولذا نقص الدوبامين يؤدي إلى القلق، التوتر، الاكتئاب، الضيق، ممكن يؤدي حتى إلى أمراض نفسية، لهلوسة، ممتاز، إلى اكتئاب حاد، ممكن يؤدي إلى سكيزوفرينيا، ممتاز، اللي هو مرض خطير. وبرضو في أمراض أخرى، نقص مادة الدوبامين في الجسم ممكن تؤدي ليها، خصوصا إذا كانت بشدة زي الشلل الرعاشي الباركنسونيان. صح. فهذه جدا مهمة. نبغى نقول إنه الباركنسون هذا اللي كل الناس يعرفوه، الله يكتب الأجر العظيم لمرضى، أكبر شيء يفتقدوه هو الدوبامين. هذا الراحة، الأشياء هذه كلها ترفع لنا الدوبامين. صحيح. 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 الدوبامين والسيروتونين. أيوة ممتاز. حنتكلم على واحد واحد. أيوة. فالدوبامين إيش كمان يقدروا يسووا الناس علشان يفرزوا زيادة الدوبامين؟ الأكل عموماً يحفز، خصوصاً لو كان وجبة الواحد يحبها. أيوة. فهذه تساعد جداً، فهذه إنجاز وطعم. معليش أنت بس تقولي إنه الأبحاث الطبية للأسف الشديد تثبت إنه ماكدونالدز على رأس القائمة من الأشياء اللي تم قياسها. معليش بس يعني هذه دراسة، الدراسات إنهم يقيسوا الدوبامين بعد وجبة ماكدونالدز وقبل وجبة ماكدونالدز، وجدوا إنه هذه الأكل اللي يكون كذا دهني ولا اللي أنت كذا تشوفه طعم، الساتوريتد فات. أيوة. عموما الساتوريتد فات كلها في جميع المأكولات تحفز هرمونات السعادة كلها، خصوصا الدوبامين. أيوة أيوة. فمن يوم ما تأكل كذا حاجة يعني كذا لها مرقة كذا تغوص فيها، هكذا تغوص فيها، هذا شاب مضر الشيدر تشيز، هذا كله يرفع الدوبامين، هو اللي يخليه. بس في مأكولات صحية برضو يعني ممكن ناكلها تساعد على إفراز الدوبامين. صحيح. عندك الموز، التفاح، السبانخ، الطماطم، الأفوكادو، كل هذه برضو بالذات بالضبط، هذه كلها تحفز وتزود الدوبامين. الدوبامين مأكولات صحية في نفس الوقت. دحين احنا قلنا الاندورفينز لما احنا نشيل اثقال 7 مرات لما احنا نسوي مشي. بالضبط. الدوبامين يجي مع اليوغا، صح؟
exactly. اليوغا اليوغا أساس للدوبامين. أيه اليوغا تعتمد على المديتيشن. أيوة. على التأمل، على الاستقرار، تحفز الإفراز الدوبامين وتحفز كمان الإندورفين. تمام. فهي تشتغل على الاثنين، فالإنسان يشعر بالاستقرار، بالسعادة، بالأمان. أيوة. بس أنا قصدي الموتيفيشن إنه يعمل أشياء أخرى. صحيح، هم متداخلين، بس أنا أبغى أضرب لكل واحد يسمع لنا، بس أبغاك تفرق إنه السعادة ممكن تجي لك من كذا حاجة تانية علشان تدخل. وأفتكر هذولا، أفتكر بالله كلمة الدكتورة شيماء للأبد لكل واحد، هذا ما له حد. يعني يمديك تسوي رياضة تفرز كميات ما لها حد، يعني ما أنت محتاج هذا يعوضوك عن الأدوية. صح؟ صحيح. كمان الدوبامين واحدة من الأشياء اللي تساعد أنه مهما أنجزت في حياتك إنجاز صغير احتفل به. نعم. هذا كل ما تحتفل به حتى لو كان إنجاز صغير أنت بتحفز إفراز الدوبامين، عشان كده لا تستقل بأي شيء تسويه حتى لو كان صغير. والدوبامين هو يفرز كذا لدرجة أنهم مسوين عليه تجارب على حيوانات وفئران. تخيلوا أدوا للفار، للفئران، أدوا لهم، كانوا بيشوفوا هذا الدوبامين، فأدوا لهم أكل كان مرة عاجبهم، أول يوم قاسوا لقوا الدوبامين يزيد، ثاني يوم، ثالث يوم، بعد شهر لما يأكلوا في نفس الوقت نفس الأكل لقوا ما عاد يفرز دوبامين. وهذا اللي هم أكل كان مرة عاجبهم، أول يوم قاسوا لقوا الدوبامين يزيد، ثاني يوم، ثالث يوم، بعد شهر لما يأكلوا في نفس الوقت نفس الأكل لقوا ما عاد يفرز دوبامين. وهذا اللي يخليك إذا أنتوا كنتوا متزوجين، لما أنت تشوف البني آدم لأول مرة ولا بعدين ولا كل ما زين، تقدر هذا الشيء الجديد يفرز إندورفينز ودوبامين، فتخلي دائما في نشوة إنك أنت تشوفه. كل ما أنت أتعودت على الشيء يبدأ يصير عندك هذاك الملل اللي أنت تدخل المطعم وتفضل تفكر إيش رح أطلب، لأنك البرود. أنت تبغى تبغى يصير فيه برود. بالضبط، يحصل البرود. أيوة. الملل. أيوة. فيبدأ تقل الهرمونات في الجسم ويبدأ يقل إفراز الدوبامين والإندورفين والأذر هرمون. يا سلام. عشان كده إحنا دائما نشجع الناس على التجديد. على التجديد. التجديد في العلاقة، التجديد في العاطفة، التجديد في كل حاجة. السفر، يعني مثلا إذا حصل برود نقول لهم خدوا غيروا جو وروحوا سافروا. علشان إيش؟ وطالع كده لمنيو تقول قيدك أنت متعود على المطعم هذا، تقول والله ماني عارف ايش اطلب، يصير انت ما في دوبامين، ما انت قادر، هذا المطعم ما له دوبامين عندك خلاص ولا له اندورفينز، انت قاعد تطالع كذا في دوبامين، والله ماني داري ايش اطلب، ماني انت داري ايش تطلب، غير المطعم. هذا شيء جدا مهم. وحده ادينا وحده من اكثر الابحاث دكتور شيماء اللي شفتيها مؤثره في السفر. في السفر في سويت لتش ريفيو على كذا ستدي. أيوة. فكانوا بيشوفوا انه هل السفر من جد يفرق. أيوة. ولا لا، وجابوا ناس موظفين من شركات مختلفه وحددوا باماكن العمل ودرسوا الستريس والبرن اوت، ودرسوا كمان حاجه اللي اسمها البرين فليكسيبيليتي. أيوة. انه قديش الشخص يتقبل مرن. أيوة. ويتقبل النقد. فلقوا انه الابحاث، لقت بعض الابحاث انه السيروتونين والدوبامين يكون افرازهم عالي في السفر. أيوه. خصوصا عند الناس اللي تكون سفراتهم فيها احتكاك مع الطبيعه. حلو. يعني الناس اللي يمشوا في الحدائق، اللي يطلعوا جبال، اللي يقعدوا على بحر. فلقوا انه هذه اكشلي مفيده. وكمان الريكومنديشنز انه احنا ابحاث السفر والصحه لازم نستمر فيها، لانه البوتنشال او الفوائد لسه احنا ما اكتشفنا غير سطحها. بس سطحها، لكن هي من اهمها انهم هذول لقوا انهم يكون عندهم قدره اكبر على الانجاز. لما انت تاخذ لك يومين تسافر، يومين تغير المكان اللي انت فيه، يوم واحد، تخيلوا بس يوم واحد تغير المكان، ممكن يغير علاقتك بزوجتك أو أحد قريب منك، علاقتك بنفسك، ممكن بس مجرد تغيير المكان هذا يفرز كمية كبيرة، بالذات إذا كان لك احتكاك مع الطبيعة. إذا رحت أي مكان جديد لازم تروح للمكان، سواء اللي يسموه بنفسية جديدة، بنشاط جديد، بقدرة على الإنجاز بشكل كبير. إحنا سعداء بإذن الله بوجودكم واستماعكم لنا، وحنطلع نسمع الأخبار ونرجع لكم. فيه مغفرة للذنوب وتفرج فيه الكربات. رمضان كريم.
مستشفى الدكتور سمير عباس، رعاية تنبض حبة. للاستفسار 900-12-525. طبابة مع الدكتور نزار باهبري. ورجعنا لكم من الأشياء اللي جداً اليوم كلكم بتتعلموها، إنه يوجد أكثر من هرمون ينطلق في عدة أماكن عشان أنتوا تصيروا بإذن الله سعداء. من الأشياء اللي جداً كانت مهمة بس إننا بنقولها، إنها الأشياء اللي تستمع لها زي مثلاً القرآن الكريم ممكن إنه يرفع لحاله عندك الدوبامين ويرفع عندك الإندورفينز إذا أنت سمعت. الدراسات أغلبها سائرة على الموسيقى، لكن هو القرآن إذا بالذات كنت تحب الاستماع له يفرز نفس الشيء. حنيجي للهرمون الثالث، ندخل على السيروتونين. سيروتونين إيش يا دكتور رب السيروتونين؟ السيروتونين إحنا نسميه اللي هو هرمون المود ستابلايزر، اللي هو إيش، هرمون تثبيت المزاج، وكمان نسميه هرمون النوم لأنه يحفز مادة الميلاتونين في الجسم اللي تساعد على النوم، فبالتالي هو يساعد الناس على النوم، على الراحة، على الاكتفاء، على التحسين النفسية، على المود. ونقصه يؤدي إلى مشاكل كثير، أولها الاكتئاب الحاد، اضطرابات النوم، العصبية، التشاؤم، نقص السيروتونين أي. التشاؤم، الخمول، الاكتئاب، وممكن يؤدي إلى suicidal thought اللي هي أفكار الانتحارية. نفسك تموت، بالضبط. عشان كده مادة السيروتونين مادة جدا مهمة، ويستخدموها كثير من الأطباء النفسيين في علاج كثير من الناس اللي عانوا من هذه المشاكل، الاكتئاب واضطرابات النوم، لأنه أغلب الدراسات وجدوا أنه هدول الناس يعانوا من نقص في مادة السيروتونين. يعني أول شيء نبغى نقول أنه الناس يعانوا من نقص في مادة السيروتونين. يعني أول شيء نبغى نقول أنه شيء جدا مهم، إنه لازم تعرف إنه الاكتئاب مرض زي ما هو مثلا السكر، زي الضغط، زي كل شيء. تعرفوا لما نحن نقول السكر نقص الإنسولين، الاكتئاب نقص السيروتونين، وعلشان كذا أدوية الاكتئاب شغلها إنها ترفع السيروتونين. دائما دائما أي أحد مننا باطني، كلنا إحنا هنا أقول طبيب أسرة، دائما احنا ايش اللي يفرق معانا لما يجي المريض يشتكي الام في مفاصلي، الام ما ادري ايش، الام في هذا صدري، احس بضيقه في النفس. كلنا نهتم بحاجه واحده، بالذات انا اذا جاتني السخونه مثلا او شيء اهتم انك انت بتنام ولا ما بتنام. من يوم ما تقولوا لنا انه الشخص ما بينام نعرف انه السبب الرئيسي في اللي بيحس فيه هو نقص السيروتونين بسبب. فيصير السيروتونين كيف، ايش الاشياء اللي تخليه ينزل وايش الاشياء اللي ترفعه؟ من الاشياء اللي ترفع السيروتونين السن اكسبوجر، التعرض لاشعه الشمس، عشان يوازن اللي هو بيرفع الفيتامين د ويرفع السيروتونين. بالضبط، ويوازن الميلاتونين، افراز الميلاتونين في الجسم. ايوه. برضو النيتشر عموما برضو ترفع السيروتونين، ان ووكينج، الناس اللي تكون دائما في الطبيعه وتحاول تسوي اشياء في الطبيعه سواء خارجيه خارج البيت. يعني بس نبغى نبسط للناس، السيروتونين يحتاج منك حركه خارجيه، خارج بيتك، خارج من نطاق اصحابك، تحتاج انك تكون محتك مع المحيط. السيروتونين ينقص مع الوقت، اسبابه أساسية ما أحد يعرفها، أحيانا كثير تكون جينات، يكون البني آدم أبوه ولا أحد في عائلته عندهم اكتئاب ولا عندهم مرض نفسي يجي هذا. لكن السيروتونين مهم، أي أحد يقول لك أنا عندي اكتئاب لازم تعرف إنه هو عنده نقص سيروتونين. واحدة من أبسط الأشياء حقتك إنك تتعرض للمحيط الخارجي، للشمس وللخروج. لكن لو كان نقص، أبغاكم بس الكل يسمعني، لو نقص بسبب مشكلة، حصل لك فقد، حصل لك حاجة، نمر بإحنا بأزمات، لازم تعرف إنه هذا مرض. مرض زي بالتمام افتكروا السكر نقص إنسولين، الاكتئاب نقص سيروتونين، فتحتاج علاج. ما هو عيب إنك تاخد علاج. صحيح. السيروتونين إيش كمان وجدوا من هذه من الأبحاث حقة السفر لكبار السن إنها ترفع السيروتونين، صحيح؟ صحيح، ترفع السعادة عندهم عموما. كيف؟
لقوا إن الناس اللي تروح تسافر مقارنة بكبار السن اللي ما يسافروا عموما صحتهم العامة تكون أفضل، نفسيتهم تكون أحسن، وحتى تقبلهم للآخرين وتقبلهم لخططهم العلاجية بعد كده تكون أفضل بمراحل. هذه استدي سووها ييل يونيفرسيتي وكانت نتائجها مبهرة، فكانوا بيقولوا إنه حكاية أنهم يأخذوا أحيانا كبار السن يأخذوهم أحيانا سفرات الريتريتس اللي أيوة اللي هي بسيطة يوم أو يومين في مكان كذا يكون مريح، مفيدة جدا جدا لصحتهم، مناعتهم، تقلل الجلطات، تقلل مشاكل كبيرة جدا عند كبار السن مجرد أنك أنت تأخذهم. فكر إذا حبيبك، أمك، حبيبك، أبوك، أي أحد من اللي يعز عليك، تذكر بس إنه السفر بالنسبة له مثبت في الدراسات يقلل الاكتئاب والنفسية، ويقلل بإنك تأخذهم لمكان حتى مكان قريب، وإذا أخذتهم لمكان هم يحبوه مثلا زي المدينة، زي مكة، زي أي مكان، هذا لحاله يرفع لهم السيروتونين، يقوي من مناعتهم. عليكم بالسفر والحركة مع الطبيعة علشان تقلل الاكتئاب. نيجي اللي بعده، الأكسيتوسين. شو من يوم ما قلت يعني الدكتورتين كلهم يعشقوا، يقول لك الأكسيتوسين هذا هرمون يعشقوه النساء، هرمون المحبة. هرمون المحبة والعاطفة. العاطفة والمودة. بالضبط، هرمون المحبة والعاطفة والمودة. أكثر شيء هو يتعلق بالنساء، مهم جدا أثناء الولادة عشان في تقلصات الرحم والولادة، مهم جدا للرضاعة، يقوي الرابطة سبحان الله بين الأم وولدها. صحيح. وبين الأم وبين يقوي الرابطة سبحان الله بين الأم وولدها. صحيح. وبين الأم وبين الزوج وزوجته، يعني صحيح. بين الزوجة وزوجته. دقيقة، يعني هو بس أول شيء ركزوا الناس في الأكسيتوسين، بس عشان يقول لهم يعني شوية خلفية يعني تاريخي. الأكسيتوسين كان سبب دراسة إنهم كانوا يدرسوه في الطب، لأنهم كان في شيء مخالف للإنسان، الإنسان الغير طبيعي هو المرأة، إنه إذا جت تولد هذا يسبب الألم، وأنا المفروض اللي يسبب لي ألم أكرهه. كيف واحدة أول ما تولد تقول أدوني أشوفه، أدوني أضمه؟ هذا كان مطير مخ العلماء، إنه إيش البني آدم هذا؟ المفروض إنك، وهو اللي يخلي حتى يعني كل المخلوقات حتى الحيوانات ما تدعس ولدها إذا ولدته. ليش؟ قال لك علشان أصلا الله خلق إنه هذا السيروتونين يفرز بكميات كبيرة جدا 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 وقت الولادة عشان يبسط الولادة وما تشعر بهذا الألم كل معها زوجها. الزوج طول الوقت بس قاعد يسمع صياح يا رامي، وهو جاهز، فكل اللي بيرتفع عنده كورتيزول، ما في أكسيتوسين، ما عنده، لأنه ما عنده رحم، بس كاتوكولامينز، هذه مسببت له توتر. فمن يوم ما يخرج البيبي ما عمره المفروض الرجال يقول ادوني اشوفه، هو خلاص بس يبي يطمن على مرته، يبي يخرج برا هذه الغرفة، لأنه خلاص قيده كل شاط مخه من كثرة الكورتيزول. الأكسيتوسين عندها تقول أضمه، إذا خرج ضم الناس قالوا أبشركم جبت ولد، يقوم مبروك ويضموه. إذا ضموه أهله يرتفع الأكسيتوسين، يقوم يرجع يشوف ولده. هذا خلى الأكسيتوسين هو اللي سمته الدكتورة روبا رابط المحبة. صح يا بالضبط. صحيح. وانت فترة في مرة تكلمت عن انه احتضان الناس عندنا، يعني في بعض الناس ما يحضن الناس القريبين منهم. صحيح. سواء يشوفوها حاجة ثقافية، ما يحضن الناس القريبين منهم. صحيح. سواء يشوفوها حاجة ثقافية او حاجة عائلية بينهم، الاحتضان، انك تحضن شخص او تطبطب عليه حتى، هذا يساعد انه يفرز الأكسيتوسين. فهذه طريقة التلامس سهلة. الجسدي. التلامس الجسدي. أيوة، هو اللي إحنا دحين نبغى نقلل أي شيء عندك توتر، عندك شيء كذا توتر، ولدك رايح الاختبار ومرة متوتر تضمه علشان ترفع الأكسيتوسين، هو اللي يخلي اللعيبة لما ينزلوا المباراة المهمة جدا إيش يسووا كلهم؟ يحضنوا بعض. ليش يحضنوا بعض؟ عشان يقللوا من التوتر، يرفعوا الأكسيتوسين. وإيش يسوي المدرب؟ يزعق عليهم، يحفزهم عشان إيش؟ يفرزوا إندورفينز ودوبامين. لما أحد يحفزك تقوم تفرز الدوبامين، تقوم ما تحس بالألم وتركز أكثر وتنجح أكثر.
إذا عرفتوا كيف هذه الهرمونات تشتغل تقدروا تساعدوا من حولكم. إحنا هنخرج فاصل أخير ونرجع لكم. مستشفى الدكتور سمير عباس رعاية تنبض حبة. للاستفسار 900-12-525. طبابة مع الدكتور نزار باهبري. ورجعنا لكم مع الأكسيتوسين، ونبغى نعرف علاقة الأكسيتوسين. قلنا علاقته بالمرأة، بس إيش كمان يأثر في المرأة؟ الأكسيتوسين مرتبط بالإستروجين ليفل عند المرأة. أيوة، اللي هو الهرمون، هرمون الأساسي للأنوثة. للأنوثة طبعا مرتبط به جدا. الإستروجين يحفز إفراز الأكسيتوسين في الجسم. تمام. كل ما كان موجود في الجسم، فطبعا كل ما كبرت المرأة في العمر يبدأ يقل هرمون الإستروجين في الجسم تدريجيا، إلين ما توصل لمرحلة القطع الهرمون ده يقل تماما. فإيش اللي بيحصل؟ تبدأ المرأة تحس بأعراض المونوبوز اللي هي الاكتئاب، الضيق، التوتر، العصبية، قلة الترابط سواء مع الزوج أو مع الأولاد، الرغبة، كل هون الريبليسمنت أو يديهم البدائل الهرمونية عشان يعوضوا الأكسيتوسين، علشان لا يخف عليهم الأكسيتوسين. وبالتالي نحسن جميع الأعراض من الاكتئاب، من النفسية، من التعب، من الإرهاق، من الترابط، كل حاجة تتحسن. ممتاز. فيصير هو شيء جدا مهم اللي يخلي دائما أحيانا يكون عندك أم ولا أب ولا أحد حضنهم للأحفاد، هذا يفرز الأكسيتوسين. فرحتهم بأنه يشوفوا الأحفاد مبسوطين يفرز الأكسيتوسين. هذا الأكسيتوسين هو اللي بيشعر الناس بالترابط، بالحميمية، بأنك ترحم البشر. لما يكون عندك أكسيتوسين عالي تقوم ترحم الناس. لما أنت تروح تصلي صلاة التهجد وتخرج، سهل جدا أنه أحد يقول لك اديني 10 ريال، تقوم تديله 10 ريال نظرا لأن الأكسيتوسين حقك عالي جدا. بخلاف لما تكون تحت الشمس الكورتيزول هو اللي يكون عالي لأن الدنيا حر. فإنت لو واحد قال لك اديني 10 ريال قدام الشمس، الكورتيزول هو اللي يكون عالي لأن الدنيا حر. فإنت لو واحد قال لك اديني 10 ريال قدام الحين ما في أتكلم مع أحد. فبالتالي هذا هو الهرمون اللي يخليك ترحم من حولك أو تودهم. صحيح؟ صحيح. ومو بس البشر، حتى مع الحيوانات. أيوه. حتى اللي الناس اللي تربي حيوانات، اللي تطبطب على حيوانات، اللي تربت على الحيوانات برضو يفرز عندها هرمون الأكسيتوسين. فمجرد التلامس حتى مع المخلوقات كمان يفرز الأكسيتوسين. تمام. من ضمن الأشياء اللي تفرز الأكسيتوسين جدا وجدا جدا مهمة هو العلاقة الزوجية والعلاقة الحميمية، بالذات العلاقة الحميمية. لازم نعرف إنها هذه من أكبر المسببات اللي تفرز الأكسيتوسين. لما يكونوا الزوجين مبسوطين، لما يكونوا هما استمتعوا، ساعتها تفرز الأكسيتوسين. يفرز الأكسيتوسين وهو اللي يجعل بينهم ترابط، إن أنا أقدر أرحمك لما أنت تزعلني. يكون بيننا تود، مودة ورحمة. حتى الله سبحانه وتعالى ولما وصفها وصف في القرآن على بناء على الأكسيتوسين، قال وجعل بينكم مودة ورحمة وليس حب. هذا نظرا لأنه هرمون يصنع بداخلنا لما نحضن، لما يصير بين المتزوجين تقبيل أو علاقة حميمية، ساعتها يفرز بكميات جدا كبيرة. وهذا اللي يخلي بعض الناس يقولوا يا أخي والله أنا ماني عارف، الناس لما يكبروا وبعدين تصير بينهم خلافات. أنا ما عمري سمعت بين أمي وأبوي خلاف، لما كبروا ما أدري إيش صار فيهم. صار فيهم علشان نقص الأكسيتوسين، نقص السيروتونين، نقص، ما عاد صار فيه تجديد في حياتك. فإذا أنت كنت تبغى تسوي في حياتك شيء كويس ما بين متزوجين، تذكر أنتوا تحتاجوا أنك تغير الريحة، تغير من شكلك، تسوي حاجة جديدة عشان تفرز دوبامين، تحاول تسوي سيروتونين شيء مفاجئ، تغير المكان تفرز سيروتونين، وساعتها إذا غيرت المكان تسوي علاقة جيدة، ساعتها يفرز أكسيتوسين، تصير بينكم مودة ورحمة. الأربع الهرمونات كلها لما تكون العلاقة الزوجية كويسة تنتج بينهم ترابط من يوم ما يبدأوا يخفوا. عشان كده تطالعوا للكبار اللي حوالينكم ممكن يكون ناقصهم كل الأربع الهرمونات، فيمكن يحتاجوا السفر، يمكن يحتاجوا حضن منك. هو اللي يخليك انت تجري لأمك وانت ما انت عارف، تقول لك ايش بقاعد تحضني، تقول له والله كده حاسس اني متوتر، عشان انت تبغى سيروتونين. صحيح؟ صحيح. أكسيتوسين أكسيتوسين سوري أكسيتوسين السيروتونين قلنا اللي هو يخرج برا.
الأكسيتوسين كمان مهم جدا في المناعة وجدوه، بس علشان أبغى أقول للكل لما يكون عندك توتر شديد ما يكون عندك أكسيتوسين كثير، فبالتالي تسير كرياتك الدم البيضاء ما هي فعالة. أنا بالنسبة لي الأكسيتوسين هو حقيقة من أهم الأشياء اللي كل الناس يبغى لها تتعلمها. في عندنا أشياء كثيرة تصير لنا في السفر، بس لازم الكل يتعلم إيش هي الأربع الهرمونات كلها اللي بتتداخل مع بعض علشان يفرز عندك. تذكر إنه كل ما أنت شفت مديح كل ما أفرز عندك هرمون السعادة. مساعدة الآخرين. مساعدة الآخرين. مساعدة الآخرين هي شيء من الدين. إحنا ليش لما مثلاً بنعطي لأحد فلوس؟ فلوس إحنا بنحس إنه إحنا مبسوطين، هذا برضو أكسيتوسين. أكسيتوسين تمام. يصير مساعدة الآخرين كمان من الأشياء اللي تساعدك، ولما هم يمدحوك لما يقول لك جزاك الله خير دوبامين. هذا يقوم يفرز دوبامين ممتاز. فيصير لما أنت تعطي تفرز أكسيتوسين، لما أنت يقول لك جزاك الله خير أنت تفرز دوبامين علشانك أنت بالإنجاز وبالمديح تحصل على دوبامين. تفرز دوبامين علشانك أنت بالإنجاز وبالمديح تحصل على دوبامين. دكتورة روبا في عندك أي شيء تبي تضيفيه في الأخير؟ طبعا برضو في بعض المأكولات المهمة اللي احنا دائما ننصح بها الناس اللي أيوه. زي الدارك شوكولات أيوه. انا دائما اقول لهم حطوا في المكاتب عندكم دارك شوكولات. ليش الدارك شوكولات؟ خصوصا اللي تحتوي على 70% من الكاكاو، لانها جدا جدا تساعد في افراز الدوبامين والاندورفين، فبالتالي لما يعني يشعر الانسان بالسعادة فيصير وتحسن المود. في مأكولات تزود عليكم، يعني دحين قلنا لكم أشياء كثيرة تزود السعادة، للأسف الجديد طلعت الأشياء اللي مرة طعمة ولا فيها كده زيادة طلع مرة تزود السعادة، والدارك شوكولات تزود السعادة، مو كل الناس اللي يحبوها حقيقة. بس أبغاكم تفتكروا إنه دحين أنتوا فهمتوا ليش الهرمونات هذه تأثر معانا في السوشيال ميديا، ليش حلو إنك أنت تمدح الناس، ليش الناس مدمنة إنها تشوف صورها في السوشيال ميديا بيصير عليها لايك مجد وغيرها كمان يرفع الأربعة كلها وغيرها وزيادة. تذكروا السوشيال ميديا والجمال ما هو لازم يحتاج له فلتر، لأنه الجمال جمال داخلي ولا إيش يعني. بالضبط. يعطيك العافية دكتور. مؤخرا مع السوشيال ميديا والفلتر صارت تأثر كيف الشخص يشوف نفسه وكيف يقتنع ويحب نفسه زي ما هو. كونت صورة غير حقيقية غير واقعية غير منطقية وغير عقلانية على الجمال، إن الجمال لازم يكون بشكل معين بصفة معينة، فأثرت على كثير ناس. للأسف ربنا خلقنا باختلافاتنا كلنا حلوين زي ما ربنا خلقنا يعني في النهاية الناس أزواج. صحيح. زي ما إحنا ربنا خلقنا باختلافاتنا حلوين خلق ناس ثانيين يحبوا جمالنا زي ما هو. جدا ضروري ومهم إن الواحد يحب نفسه ويقتنع في نفسه زي ما هي مهما سويت. لو إيش ما سوى الشخص، لو سوى عمليات تجميل، لو إيش ما سوى، لو هو بينه وبين نفسه جوا ما هو مقتنع جدا ضروري ومهم إن الواحد يحب نفسه ويقتنع في نفسه زي ما هي مهما سويت. لو إيش ما سوى الشخص، لو سوى عمليات تجميل، لو إيش ما سوى، لو هو بينه وبين نفسه جوا ما هو مقتنع وما هو حابب نفسه زي ما هو، ما في أي شيء حيغير أو أي شيء حيخليه مبسوط أو سعيد أو حابب نفسه أو شايف نفسه جميل زي ما هو. تذكروا أن السعادة داخلية، السعادة تصدر منك أنت. السعادة تذكروا أول هرموناتها الإندورفينز، وهو الأسرع ممكن يجي بالألم وممكن يجي بالسعادة أنك تكون حوالين الناس اللي تحبهم. تذكر الإندورفينز هي من أكثر الأشياء اللي ممكن أنها تتأثر حتى بأكلك. تذكر الإندورفينز تخليك تقدر تنجز. تخيل كل شيء ممكن يتم بأنك أنت تكون متشجع. تخيل الدوبامين هو من أهم الأشياء اللي أنت لما تمدح ولما تنجز ولما تخرج ولما تسافر. تذكر الدوبامين هو اللي يخليك أنت بحد جدا محتاج التغيير في الشكل في المنظر في كل شيء. تخيل السيروتونين تذكر جدا مهم، نقصه يسبب الاكتئاب ونقصه ممكن يطلع طبيعي وهو مرض وأحيانا يحتاج علاج. تذكر كل هذه الهرمونات ترتفع بعدة أنواع من الرياضات. عندك الحديد يرفع لك الإندورفينز، وعندك اليوغا ترفع لك الدوبامين، وعندك المشي في الشمس يرفع لك السيروتونين، وعندك حتى حضن الناس كرياضة يرفع لك الأكسيتوسين. تذكر الأكسيتوسين تحتاجه علشان يصير بينك مودة ورحمة
لكل من تحبهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا اليوم أن يرحمنا أجمعين، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، ويرحمنا ويجعلنا ممن ينال شرف القيام ليلة القدر ويتقبلها منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وسامحنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أسعد أبنائنا واحرسهم وارعاهم يا أرحم الراحمين. أغفر لكل موتى المسلمين. اللهم واجمع كلمة الحق على لا إله إلا الله محمد رسول الله، واجز عنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، خير ما جازيت نبيا عن أمته، فقد أدى الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. وفي الأخير سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا البرنامج برعاية مستشفى مستشفى الدكتور سمير عباس، رعاية تنبض حبه.